الحري. تابعوا نجمة ثم نعطيكم المعلومة كاملة تمشي على جهة اليمين في اتجاه لاعب إلياس التزيد. الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري ومذهولين. أكيد حسام تقى بعد التمريرة الذكية يشوف التصويم الكرة ما ياخذهاش المدافع الأولمبي البيجي وهدف ثاني للاتحاد الرياضي المنسيري. ثاني أهداف الاتحاد الرياضي المنسيري. ممكن المساحات اللي تركها محمد رمضان المكاري. ينطلق رمضان المكاري يدخل منطقة الجزاء وفوتول. الهدف الثاني حسام تقى يسجل الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنسيري. هاي الإعادة محمد رمضان المكاري بسرعة كبيرة يستغل المساحات الموجودة في دفاع نادي البنزرتي. قلت منذ حين أن كل لاعبي نادي البنزرتي تقدموا في الكرة الثابتة والاتحاد يواصل مسيرته بكل توفيق وبكل نجاح. كرة أخرى لصالح الاتحاد المنسيري ممتاز. علي العمري، علي العمري يدخل المنطقة، علي العمري طول في اتجاه مشموم، يعمل الترويج في مشموم، يستنى المعاضدة، يتعدى حسام تقى، يتعدى حسام، حسام، حسام وفوق شيك بامبا داغو. حسام تقى في الكرة الثانية يلاقي في صعوبة كبيرة. حسام تقى فهمي برمضان يضرب الكرة بالرأس ترجع إلى اللاعب حسام تقى. حلو برشا على انطلاق بالكرة حسام تقى. لاعب الاتحاد الذي منسيري العقل المدبر في اتجاه المحيرسي وحسام تقى يتعدى حسام تقى. الكرة الثانية مقطوعة من علي العامري. العامري إلى حسام تقى يحمل مراوغة حلوة برشا. يمر حسام تقى التدخل حسام حل الدربالي. تقى فهمي بن رمضان صراع كبير على الكرة قائد الفريق ورقم 19 سيميكيت باشا. نتابع هذه العمليه لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري ونذكركم الى شهاب الزغلامي معاه صغراوي. ترجع من حسام تقى. حسام تقى يدور بالكره الى فهمي راس من صدام بالعزيزه مره اولى ثم داروين دوسيام بال الاتحاد الرياضي المنسيري. التمهيد الى الهادي خلفه. الهادي خلفه كره لحسام تقى. تقى عند الكره داخل منطقه الجزاء. حسام يشرف عليه المدرب التونسي جلال القادري. كره لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. زياد العلوي. زياد العلوي حكيم تقى وحسام تقى. حسام تقى في اتجاه شافيو. زياد المشموم يحاول يضغط فاروق الميموني البديل منذ رحلات الكره لحسام تقى واحد من شبان الاتحاد ممتاز. تقى تقى الرياضي المنسيري تدفع الهجمه هذه. ياسر جناسي يرجع الكره بالنسبه للاتحاد. يلا يا حسام. حسام تقى ينطلق يروح الامتار. حسام حسام تقى. حسام تقى يلا يا حسام وزع ويني كورتك الى تشب براه فيها مخالفه ما يزفرهاش احتراس بقيه ويزفر الان. هذه هي هذه اللي نوجوا عليها. العمليه لصالح الملعب التونسي لكن مقطوعه من حسام تقى. حركيه كبيره ياسر لهذا اللاعب حسام تقى. لعب 20 دقيقه في هذا الشوط الثاني. كره لصالح الاتحاد. حسام تقى. حسام تقى يوزع. حسام تقى المتابعه من امبيلي والحارس الموسم وكره الاتحاد الرياضي المنسيري. تمهيد في مره اولى من لاعب الاتحاد من يوسف العدلي قريب من منطقه الجزاء داخل منطقه الجزاء بالراس عرض من ياسين الشيخاوي ثم حمزه الاحمر. حمزه الاحمر ما فماش مخالفه شكون موجود يبحث على طريق الشباك منذ حلوله بالمنسير. الكره تقطع من حسام تقى. حسام حسام تقى يحافظ على كورته يرجع بها الذي خلفه. حسام تقى متابع وينه في اتجاه رائد الدربالي. رائد الدربالي يتفوق عليه حسام تقى والمخالفه اللي فاتت الاتحاد الذي وليد القروي كره بالراس من ايدو وحسام تقى كما وليد القروي يبدل اتجاه الكره لليمين فما اشرف الحفاسي معاه زوج مدافعين في المتابعه والكره ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي. اول الفرص كانت للاتحاد المنسيري وقلت النجاعه كانت للنجم الرياضي الساري حتى نسبه امتلاك الكور مرمى الاتحاد. البشير بن سعيد كره تلعب بسرعه في اتجاه جاك مبي موجود تقاع على الكره يا من التغطيه التي بن يحيى يا باس قصير توصل في مره اولى فهمي المعويلي حاول يعمل المراوغه لكن تكو ترجع الكره من المشموم. كره على الجهه اليمين يدور بالكره او لا يرجع بها لانها تكون ثابته بالنسبه لهذا اللاعب اللي طبعا دخل في صميم الموضوع
منذ التحاقه بالاتحاد النادي المنستيري وهو قادم من طبعا عمق الى عمر الزكري وتغيير للمراكز بين هيثم المحمدي وعمر الزكري. المحمدي ياخذ الشيره قردان. التوزيع سيف الدين الجربي. جربي عند الكور. جربي ومقطوعه من الدفاع والحكم يقول تم هدف في الفريق. والمستوى ظهر بهذا الحارس اللي هو حارس يعني كريس كواكو. كريس كواكو يتقدم. كريس كواكو مع حسام تقا. محاولة التوزيع وحسام تقا يتصدى ويحطها علي العامري. علي العامري يخسر الكرة. عبد الهادي الحفيظي صحيح برافو حسام. حسام تقا يصلح ترجع لعلي العامري. حسام تقا زاد الكرة للفريق المغربي. الفريق المغربي حفيظي ولكن تتفك من روجي. عمر بوطيب بداية هجوم وتم تدخل من حسام تقا. ممتاز حسام. ممتاز حسام. ممتازة من حسام تقا.